السلام عليكم وتحية لكل المتتبعين ديانا أينما كنتم وأينما تواجدتكم أي تواجدتكم. واحد جوج ثلاثة. السلام عليكم وتحية لكل المتتبعين ديالنا أينما كنتم وأينما تواجدتم. تحية كبيرة لكم من قناة غالي لو فلوغ. اليوم واحد الفيديو اللي هو مهم بزاف وكيشهي الصراحة هذا الفيديو ديال اليوم. فسواء كنتي عندك فكرة ديال المشروع أو يعني مشروع في المسائل ديال المأكولات أو لا عندك سناك أو لا أول يعني عاد تفتح سناك يعني محل الأكلات السريعة، فضروري خصك تشوف الفيديو اليوم لأنه أنا متأكد 1000% أنه غادي يعطيك واحد الأفكار جديدة وتقدر تحسن بها يعني المنيو ديالك وداك المنتوج اللي راك كتقدم للكليون ديالك. فبطبيعة الحال كنت أول مرة كتشاهدوا هذه القناة، أنتم على قناة غالي لو فلوغ، فما تنساوش سبسكرايب لايك وتفعلوا الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد وتكونوا متتبعين. فتحية كبيرة لكم وندوزوا للفيديو. فكما قلت لكم اليوم الفيديو ديال اليوم كيجهي لانه علاش فيه المأكولات الأكلة ديال اليوم اللي انا مركز عليها هي الشاورما. الشاورما كلشي كيعرفها كلشي كيبغيها، لهذا انا اختاريت نهضر عليها لانه ماشي اي واحد مع الاسف كيعرف يصوبها. كنشوفوا بزاف ديال المحلات اليوم كيقدموا الشاورما اللي هي ولات يعني في المنيو عادي، شاورما تاكوس بيتزا همبرغر يعني بحال هكا، ولكن ماشي اي واحد كيعرف يصوبها، راكم دقتوا وجربتوا وعارفين. فلهذا اليوم مشينا عند الاخوان ديالنا الاتراك لانهم بصراحه فنانه واعرين بزاف فيما يخص الاكلات السريعه. كما كنشوفوا اليوم كما كتشوفوا هذا المثال الاول يعني هذاك ديال الشاورما راه مصوب مقاد عام سيدي، ولكن الطبخ كتشوفوا من اللور راه على الفحم ماشي العافيه ماشي الغاز، يعني على الفحم باش انك تطيب الشاورما على الفحم كما كيديروا الدجاج يعني في الفحم، تعتبر يعني الكاليتي الاولى احسن ما كاين هي انها تكون على الفحم. كنشوفوا الطريقه ديال باش كيقطع بداك السكين، هذاك السكين كيكون رقيق باش تتقطع خصو تكون رقيقه ما خصوش يقطع اللحم مغلاد بزاف. وندوزو بطبيعة الحال الطريقه ديال التصويب ديال الساندويتش. هنا كتشوفوا هذا الرغيف ديالهم خاص، انا هذا الرغيف ديالهم كيجي بحال التليد، دار له واحد التتبيله دارو في شويه ديال داك الزيت وكيزيد كيحمر لانه كيبان بيض كيبان بحال اللي خضر. هذا انا كيجيني بحال التليد، ما عرفتش انا علاش حتى شي واحد حنا هنا في المغرب ديالنا يقدر يكون شي واحد انا عمري ما صادفتو علاش ما كيفكروش حتى حنايا التريد يديروا فيه الساندويتش اوليو باش نتبعو حنا هذا الرغيف اللبناني ديالهم ولا هذا ولا داك الرغيف ديال الذرة ولا نديروا شي منتوج ديالنا محلي. الوغ دار هنا الشلاضه مطيشه والخس، هز اللحم حتى هو دارو راه محمر، دار عاوتاني داك التتبيله السحريه. هنا فين كتجي اللمسه هي داك التتبيله السحريه وطواه صافي جمعوا في كاغيط، عارفين الطريقه ديال الطويه حتى هي فيها تمعلميات، داروا في البلاستيك والفينيسيون باش تقدر تاكل مرتاح. هنا شي مره كيعطيه لك في البلا وما كيعطيك حتى باش تهزو كيفاش تاكلو، انت كتعظم معنا وداك الشيء كيطيح معنا. دونك دائما الرغيفه كيدير فيها داك التتبيله ديالهم هي خاصه باش كتعطي شويه المذاق. لاحظتوا هنا ما دارش لاصوص، ما دار لا مايونيز لا داك الشيء والو، اللمسه السحريه ضروريه. كيقطع هذا كيقطعو رقيق محمر، دارو في الجمر هاو كيديروه للجمر باش كيزيد كيتحمر كيقصح شي شويه، هادي يحطو وكيعمر كيدير فيه داك شويه ديال اللدان باش كيرطب باش ميقصحش، يقصح كله يتهرس، راه اي حاجه كيديرها عندها المعنى ديالها. هذا كيقطعو دونك هذا ما يجمعوش، هذا هو داك قطعو كله وقال هذا يسير به سور بلاص يمكن فوالا، هذا دارو في البلا غادي يسير به سور بلاص. قلت لكم الفيديو اليوم راه كيشهي، خص تكون فاطر مزيان واكل عاد تفرج باش ما يشكيش الجوع. الوغ دار ليه لابار ديالو عاوتاني بالوفايه، زيد اسيدي شويه غيدير ليه عاوتاني داك لاصوص ديالهم التتبيله، هادي كتجيني بحال التتبيله ديال الكفته وسربه. هنا كنشوفو منظر اخر عاوتاني، هذا هنا تا هو ديما لاصوص، هانتوما لاصوص لاصوص لاصوص، هذا قطعو وحطو هنايا بحال البلانشا باش كيزيد كيحمرو. دونك هنا كل واحد كيدير داك كيدير لو جيست ديالو، هنا راه كيزيد كيحمرو فهادي بحال البلانشا
وعلى دي سلبية وكيدير كونتيتي كبيرة باش كيربح شوية الوقت. دونك غادي نشوفو هذا كيطيبو على العافية، هذا ماشي الفحم، ولكن القضية اللي زاد هو هاد القضية ديال كيطيبو على البرانش باش كيزيد يحمر، لأنه ديفو ما كيطيبش. هذا غير العافية، هادي العافية ما كتحمرش يعني تال تماك شوية، أو لا قطعو طراف غلاض، هذا كيبان مقطع غليظ ماشي رقيق. دونك البلانشا كتزيد كتحمر ويبقى سخون في نفس الوقت، الا كانوا عنده لي كوموند بزاف وقطعوا باش ما يبردش. دونك هنا راه كيصوب ليه عاوتاني الشلاطه ديالو، هنا كتشوفوا خضر البصله، ولا شفتوا بعدا راه اللور تما راه كتبان عنده واحد الطنجره ديال لاصوص، يعني لاصوص طوماط، صوص طماطيش كيصوبها عنده. هذه من اهم الحوايج، انك ما تعتمدش على كل شيء من برا، تكون كتصوب شي حاجه عندك. حنا معروفين بحال دابا صحاب الزيتون، بحال دابا حنا عندنا في فاس صحاب الزيتون كيبيعوا واحد لاصوص ديال المطيشه محمضه واعره، حنا كيديروا عندنا صحاب الساندويشات صحاب المقروطه معروف في فاس انهم كيستعملوها. كاين عند صحاب الزيتون كتكون محمضه زوينه مصوبه بواحد الطريقه واعره، هذيك الواحد كلو يستعملها، ماشي تبقى تشري داك الكاتشوب حلوم، راه كاين اللي ما كيعجبوش. دونك هنا مطيشه البصله يبان ليها يزيد معاها الربيع، غيكون زاد معاها قزبر ولا معدنوس، غالبا كيكون المعدنوس ولكن نديرو في الشلاطه. معدنوس مطيشه والبصله، فهنا كاين تما الخس ولاصوص. عاوتاني هاد التتبيله هادي بحال ديال الكفته، هادي ايضا تتبيله ديال الكفته، كاين الناس اللي كيتقنوها الناس القدام. حنا كمثال في فاس كان عندنا واحد السيد في الملاح كان معروف، كانت سبيسياليتي ديالو هي الكفته مطحونه، كيدير ربع ولا نص، وكانت عنده واحد يعني داك التتبيله داك لاصوص ديال الكفته رائعه، هو الوحيد اللي عنده السر ديالها كيصوبها بيديه، يعني كتاكل الكفته بداك لاصوص كتحس بالفرق. هنايا كنشوفوها هو دادي خلطها مزيان، يعني هاد المسائل ديال لاصوص فاش كيكونوا في ميزون كتكون شي حاجه انت كتميز بها، اما الا كنتي غادي تمشي عندك ودير نفس انك تاكل عندك، تحط ليا حتى نفس القضيه ونفس الخبز وتحط ليا الكاتشوب والمايونيز والموطار بحال كلشي عنده، دونك شنو 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 اللمسه ديالك؟ فين كاينه اللمسه ديالك؟ خاصها اما تكون في الخبز، اما تكون في لاصوص، اما تكون في التتبيله، اما ضروري تكون عندك اللمسه ديالك في شي حاجه. دونك هادو ديما كيستعملوا هاد التتبيله، راه كاينه في حاج جوجل، لا قلبتي عليها كتجبرها. دونك هنايا لاصوص اللي كيدير التعميره ديال الساندويتش، الوغ دار هذا لا داند ولا الحم ولا شنو هو، هذا ما عرف شنو هو حمر، هذا دار مطيشه، هذا كيبان ليا بحال شي خيزو محمض ولا كرنيشو. هادشي ديال اللي حامض راه كاين تاوع صحاب الزيتون، كيمكن لك تشريه وتقطعو نتا رقيق وتبقى ديرو ليهم في الساندويتش. حنا كيديرو اكتر كيديرو غير كرنيشو وشويه ديال الربيع وسربي في البلا ولا هادي يجمع. دونك هاو هذا كيدير حتى الطريقه باش كيصوب وباش كيسربي كتخليك انك تشجعك انك تاكل. دونك كتشوفوا هنايا الطريقه، هي التعميره بسيطه وسهله ماشي شي حاجه. هنا عاوتاني شوفوا هذا كيعمر، هذا ما فيهش غير اللحم كيبان فيه داك الشيء احمر، جو سي با واش داك الشيء كيبان فيه في الوسط، يعني بحال فلفله ولا، يعني حتى الطريقه باش كيتعمر هذاك ما عرفتش شنو كيسميوه، خاصها تكون شي طريقه عاوتاني احترافيه باش داك الشيء كيجي يا سلام. دونك لا ميم شوز، هذا كيصوبو غير بالعافيه، الخبز هذا الرغيف ديما حتى هو دار له لاصوص وكيحطوا على هذيك بحال البلانشه باش كيبقى سخون، اهم حاجه تسربي الحاجه سخونه. دونك هو دار كرنيشو، حتى الكليان راه يشوفك كتسربي بهذه الطريقه، هذه فيها الفراجه، غير يجي غير باش يشوفك كتعمر الساندويتش. دونك دار لاصوص، هذه باينه شي مايونيز، راه كاين واحد لاصوص خاصه بالطاكوس كتكون ثقيله شي شويه، راه كاينه حتى هي عند التواركه معروفين بها. دونك لاصوص طوماط عاوتاني ها هي في ميزون مصوبه على يديه وسخونه، هو دا حطها فوق البلانشه باش كتبقى سخونه. هنايا داير شي ملحه ولا شي تخليطه ديالو تماك وصافي كيجمع، وهادي سربي، ها هو دا كيجمع. انا مازال ما كاين لا فريت لا والو، هذا الخبز هو دا كيطيب، وهذا داير بحال هذاك الخبز ديال الدرا، حنا كيتباع مدور مصوب كيتباع مدور، ولكن الصراحه والله الا خص شي واحد يجرب يدير التريد علاش ما ديرش التريد؟ يطيح لك رخص، ياك التريد ديالنا وتا هو رغيف، غتاخد التريده وتضوبلها على جوج ولا ثلاثه وتعمر فيها هكا وترو ليها،
ولا بقات خضره في التالي ديرها في داك داك الماكينه ديال الطاكوس. دونك نفس القضيه، هو داك يسربي اللحم كيجمع الطوي، وهانت يا ناضي. فما يمكنش الواحد يدخل لشي محل ديال الاكلات السريعه ويشوف الساندويش كيتصوب هكا وما تجربوش. لاصوص اللي قلت لكم قبيله، كاين واحد لاصوص خاصه كدار ديال الطاكوس، راه معروف كدار ديال الشاورما، هي باش كتخلطها في الدقيق في الاول الشاورما قبل ما قبل ما كيعمروها في داك كيزلقوها في داك العمود، كتكون فيها دانون، كيكون فيها دانون يعني ناتوريل سون سكر، وكيديروا معها المايونيز، المايونيز مع دانون، كتجي ثقيله شي شويه. كاين شي روسيطات ديالها خاصين كيديروها النيت، كيدهنوا بها الخبز قبل ما كيديروا سميتو يديروا الشاورما. انا كنعطيكم غير افكار، يعني راه ماشي اختصاصي انا في الشاورما، ولكن زعما كنعطيكم الافكار اللي كتكون. سينو راه كدير المايونيز هي كتصوبها لراسك وكتقادها، هذيك كيدير شي ملحه مخلطه مع شي حاجه ما عرفتش داكشي، كيدير لاصوص. نعم سيدي، ها انت شوف، شوف غير الطريقه باش كيكب، راه كتبان لك الاحترافيه وكيجمع. هذا يكون ها هي دي داك لاصوص اللي قلت لكم، ها هي اللي كتبان ثقيله، كتبان دير بحال الفرماج، هي راه المايونيز ومخلطه مع داك دانون وشي لعيبات اخرين، واحد كيديرهم باش كتعطيك النكهه. مطيشه، البصله، هذه سلطه ماروكين، شويه ديال المطيشه وفلفله، هذا شي فرماج ديالهم ولا شي حاجه ديالهم، الخبز مقطع طريفات باش كتاكلو بوحده، ومن بعد غادي يدير شويه ديال الزيت ولا زيت بلديه، ومن بعد هذا كيعمر لك اللحم، سواء كانت الشاورما ديال كما كتعرفوا كاين الشاورما ديال الدجاج، وكاين الشاورما ديال اللحم، وكاين واحد الشاورما وحده اخرى الثالثه ما نهضرش عليها دابا، تندير لكم فيديو عليها. انا شفتها حتى هي سبيسياليتي ديال التواركه، وزعما خاصها تكون عندنا في المغرب، حنا في المغرب معروفين بالشوا، داك المشاوي راه ما كايناش عند السوريين وعند يعني في اللبنانيين، حتى المغاربه راه تعرفوا الشواش كنديروا فيه حتى حنا، فخاصها تكون عندنا داك الشاورما، النوع الثالث الشاورما. انا ندير لكم فيديو اخر، فيديو جاي. دونك هذا راه كيشوي اللحم الدجاج نيشان على الفخر، هادي ماشي الشاورما بزلك، هذا يمكن تكون لا داند ولا انا بحال الفيلي ولا، ويقطعوا من بعد، يعني كل واحد كيدير بالطريقه اللي مسلكاه. يمكن واحد راه ما كانش يمكن له يدير داك الزلاك كامل ديال الشاورما، لان هذاك اللي درتيه في العافيه خصك تساليه، ما يمكنش تساليه وترجعوا للكونجيلاتور، ما يمكنش. اللحم اللي تما اما خصو يتباع، اما خصو دير به شي حاجه اخرى، ولا عادي تلوحو، ما يمكنلوش يرجع للثلاجه. كتشوفها هو ساندويش عادي طبيعي، بصله ومطيشه وشويه ديال الكرنيشو، داكشي الحامض، داكشي الحامض حنا المغاربه كنبدعوا فيه، صحاب الزيتون تاخذوا من عند الناس اللي كيصوبوه، الناس ديال فاس، ديال مكناس، ديال مراكش، كيصوبوه بالقاعده. هنا كنشوفوا الساندويش ديال اللحم عاوتاني، هذه الشاورما ديال اللحم، غنبعدوا على الدجاج. دونك لا ميم شوز، راه طابت كيجيبوها له في الصينيه محمره مصوبه، هذا كيدير في الكوبير، انا ما درتش الخبز، ها هو داك يعمرو مزيان، حتى لا كونتيتي خصك واحد يتعمر، ما خصكش تشطر على الكليان. ها هي هادي، شوفوا على صف الناس ضاربين على برا شحال، هاد الشاورما راه خطيرة، خص غير اللي يعرف يصوبها مزيان، خص اللي يتقنها، تكون سبيسياليست غير ديال الشاورما، حنا كتجبرو كيدير كلشي، وما كيعرف يصوب حتى شي حاجة في داكشي، ما كنهضرش على كلشي، ما كنجمعش، بعض الناس، أما اللي عنده الحرفة راه كيعرف. هنا كتشوف هاو داك يقطع عاوتاني، حتى الطريقة ديال التقطع شو كي غادية مقادة، باش داكشي كيجي متخون هيا وكيقطع رقيق، باش مي كتمضغ ما كتبقاش كتجبد. ها هو دار الرغيف عاوتاني كيما كنقولو ندير بحال التريد، دار فيه داك لاصوص كاين لي تقيلة، شوية د الفريد، أشوية ديال اللحام، هادي يجمعو، هنا كيبان بحال لي خضر. الطريقه ديال الجميع راه باينه حتى هي، وهادي حمر ولا شي حاجه. ها هو دعتني فريد كرنيشو، دونك راه تقريبا نفس التعميره كتكون، هنا دار الكاتشوب كما قلت لكم، واحد لاجبر يدير لاصوص ديالو مصوبه على يديه كتكون حسن. وانا شخصيا كندير لكم داك لاصوص ديال صحاب الزيتون رائعه، خصك تاخذها عند شي واحد تقليدي كيصوبها على حقها وطريقه. هاو دابا
مازال كيصمم هنايا هذا كيقطع عاوتاني الثاني كيبانو بحال بحال ولا يمكن يكون كل واحد ديال اللحم واحد ديالاش. دونك انا حاولت ما امكن نوريكم يعني جميع الاشكال جميع الانواع. كنظن المساله راه باينه كيفاش تصوب الساندويتش مقاد وتعطيه للكليان. هنا كتشوفوا هذا اللحم الدجاج. فنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون فادكم يكون عطاكم افكار عطاكم شنو يمكن لكم تصوبوا. فخليكم معنا وترقبونا في الفيديو القادم ان شاء الله.